عشان طبعا مخازن يعني على اساس تتسع لها طلقات اكثر كمان تفجير. خلي هذا مع الحم هذا ما فلاشين اخمس حميم 16 مطوره حديثه جدا ومزوده بمنظار. طبعا هاي كانت جاهزه بالمخزن وجاهزه للاستعمال فوري. هاي صوتيه هجوميه بقولوا في العسكريه. طبعا هذه مكتوب الله أكبر وإحنا مؤمنين كما جميع الناس المؤمنين. قنابل هجومية دفاعية 36 مل هجومية. لا ترش عليك لكن هذه تضربها. هي واحدة ولا اثنين؟ واحدة. واحدة تصير. قذيفة من ضمن المعدات هاي.